ان احنا نروح للمهندس مصطفى ابو جمره خبير نظم المعلومات عبر الهاتف. مساء الخير يا باشمهندس مصطفى، ازيك؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. طيب كلمنا عن المحاذير اللي ممكن نكون يعني انا او غيري كولي امر لازم نخلي بالنا منها لما اطفالنا يستخدموا وسائل التكنولوجيا الحديثه، ايه الحاجات اللي لازم نتنبه ليها؟ اولا انا بس عايز انبه ان احنا بنتكلم على حاجه واخده اهتمام من كل حته في العالم، الجينريس ما سمعت جينريشن زي، الجيل زد، وده جيل جديد على الإنسانية، فهو في تغير بيحصل للبشرية في كل أنحاء العالم، إن هؤلاء الأطفال نوعية خاصة من الإنسانية. هذه النوعية اتبنى عقلها وطريقة تفكيرها وسرعة تفكيرها باستخدام الآلات، سواء كانت كمبيوتر، موبايل، بلاي ستيشن، أند سو أون. ومهما إحنا نحاول إن إحنا نبعدها عنهم هنفشل. فاحنا علينا ان احنا نعرف الحاجات اللي هنعرف نعملها والحاجات اللي مش هنعرف نعملها. طبعا بتعمل اضرار اجتماعيه كبيره جدا. ولكن هي كمان بتعمل اتصال، يعني هي قنوات للتواصل وليس للانفصال زي ما الناس فاكره. الناس فاكره ان انا ان هذا الطفل هو منفصل عن المجتمع ومتصل بالكمبيوتر، لا، هو متصل بمجتمع افتراضي على الكمبيوتر. أصحابه وأصدقائه ومعارفه وحاجات كتيرة جدا. فهو عنده مقدرة اجتماعية أكبر مننا إحنا الكبار بشكل عنيف. لكن إحنا ما إحناش جذابين له. إحنا ما إحنا لا نملك من الأشياء الجاذبة له. صح، زي ما كان لسه الدكتور بيقول فعلا. طيب أنا عندي في هذا العراق هو اللي هيكسب. مهما أنا أعمل هو دايما اللي هيكسب. إن دايما اللي في إيديه أحلى من اللي أنا ممكن أعرف. والا هضطر ان انا اتعدى الحاجات، ان انا اجيب له اكل يتخنه، ان انا اعمل حاجات مش صح ان انا اعملها. اذا عندي حاجتين محتاج اتاكد دايما انه هي واصله له، لان التغير المجتمعي دوت بيصحبه للاسف كمان تغير ثقافي، يعني قناعاتهم واعتقاداتهم كل ده بيبقى عرضه للتغير. طيب انا اخلي انا كولي امر اخلي بالي على حاجتين، الاخلاق والدين. لو خليت بالي على العمودين دول لدى الطفل واخليه يعني يجوب ارجاء الانترنت زي ما هو عايز، ولكن انا حميته بمجموعه من القيم الاجتماعيه الشرقيه المصريه بتاعتنا اللي المجتمع بتاعنا والاسره بتاعتنا بتشوفه صح وبتشوفه غلط لانه عايش معانا، فضروري اتاكد من الحتتين دول. الحاجه الثانيه ان انا اروح له من المنافذ دي، يعني ان انا ابقى انا اقرب منه، يعني ما اعتبرش هم تعرف بيسموها الفجوه الرقميه ما بين الجيلين، ان الاهالي ما بيعرفوش الحاجات اللي العيال فيها والعيال شايفه ان الاهالي متخلفين ان هم مش عارفين الحاجات دي كلها. فبالعكس انا محتاج ان هم ياخد بايديا كاني بقى العكس، كان انا ابنه وهو اللي والدي. طيب. ياخدني ويشركني ولو حته معاه. تمام، ده كلام ممتاز، انا بشكرك جدا عليه مهندس مصطفى ابو جمره خبير نظم المعلومات عبر الهاتف. شكرا يا باشمهندس مصطفى.